إلهام شاهين بقت معروفة بجرأتها في طرح آرائها وردودها على كل إنسان بينتقدها. في الفترة الأخيرة خاضت معارك مع كتير من الناس بسبب تصريحاتها اللي ردت فيها على الفنانين اللي بيتكلموا عن المشاهد الرومانسية في الأفلام. وفي برنامج العرافة في أول حلقة في رمضان كان ليها آراء جريئة جداً. الإعلامية بسمة وهبة اللي بتقدم البرنامج واجهت إلهام شاهين في أول حلقة من الموسم الثاني ببعض تصريحات الفنانين عنها، ومنها تصريح لواحد من الممثلين اللي انتقد فيه جرأتها. ردت إلهام شاهين وقالت بتدوله أكتر من أهميته بصراحة، وأنا قلت مش هرد على أي فنان، أنا برد على الناس التانية لأن أنا من زمان أخدت على نفسي عهد إن أكون محامية الفنانين. بسمة وهبة سألتها إذا كان تصريح الفنان ده سببه محاولة لتصدر لترند، فردت إلهام شاهين عليها وقالت بكل ثقة أكيد. فسرت ده بأن الأضواء بعدت شوية عنه فعايز يلفت النظر، وقالت كمان أنه ممكن تكون حالته النفسية مش مستقرة دلوقتي ومش متزبط أو في حاجة مضايقاه، وقالت كمان أنه صعبان عليها. طبعا إلهام شاهين هنا كانت بتتكلم عن الفنان أحمد فلوكس اللي هاجمها وانتقد جرأتها وبان عليها العصبية وعلى صوتها وهي بتتكلم عن الموضوع ده. وقطعتها بسمة وهبة لما جت تتكلم وطلبت منها أنها تاخد فرصتها للتوضيح. إلهام شاهين ردت كمان على الناس اللي بتتهمها انها قدمت تنازلات وغيرت مبادئها عشان تحافظ على مكانتها في الوسط الفني، وقالت انها ما قدمتش اي تنازلات وان هي مش مضطرة لاي شيء. إلهام شاهين قالت انا الدور اللي بيعجبني وبيستفزني بعمله ومش مضطرة اعمل حاجة انا مش عايزاها. إلهام شاهين قالت كمان في البرنامج اللي حقق نجاح كبير في موسمه الاول، انا مش بحب السوشيال ميديا خالص وانا مش مسؤولة عن نشر حفل عيد ميلادي رغم ده كل ده. قالت كمان ان الحفل تم تصويره بدون علمها وانتشر بدون اذنها كمان، وقالت انها غلطت لما دعت الشخص ده لبيتها لكن طبعا ما قالتش اسمه. اعتبرت إلهام شاهين ان اللي عمله الشخص ده خيانة عظمى، خاصة لما تيجي من شخص قريب منها زي ما قالت. وضحت انها فوجئت بنشر الحفل تاني يوم وحلفت انها مش هتسامح الشخص ده وانها خرجته من حياتها. ردت النجمة إلهام شاهين في الحلقة على الهجوم عليها وطلبات الإحاطة اللي تقدمت ضدها من بعض أعضاء مجلس النواب بعد إعلانها عن تحضيرها لمسرحية المومس الفاضلة، وقالت إنه بقى من المعتاد إن أي شيء تعلن عنه الفنانة إلهام شاهين هيحدث هجوم عليه. أكدت إن أي فنانة تانية لو كانت صرحت نفس التصريحات ما كانش حد هاجمها بالشكل ده، وقالت إنه من الجهل إن يعتقد الشخص إن المسرحية لها علاقة بالجنس. عن الشيخ اللي بتثق فيه إلهام شاهين قالت إنه الدكتور سعد الدين هلالي، بررت ده بأن آراءه مستنيرة ووجهت له الشكر لأنه بيقوم بتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة وأنه خطابه عاقل ومنطقي وبيقبله العقل. الموسم الثاني من برنامج العرافة بتقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة المحور، وتعمل الجزء الثاني بعد النجاح الكبير اللي حققه الموسم الأول من البرنامج زي ما قلنا، وهيستضيف كمان خلال شهر رمضان كتير من الفنانين والشخصيات الشهيرة. إلهام شاهين بتشارك في رمضان السنة دي بمسلسل بطلوع الروح واللي بيتكلم عن قضايا حساسة تتعلق بالجماعات المتطرفة.